الفنان إدوارد نشر صورة جديدة ليه مع الفنانة مستورة بطلة فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وده بعد استضافتها في برنامج القاهرة اليوم. ظهرت مستورة بملامح كبيرة في السن ولكن روحها لسه خفيفة، وكانت بترقص مع إدوارد على أغنية شوكولاتة اللي كانت من أحد أسباب نجاح فيلم محمد هنيدي. اللي الناس ما تعرفوش إن مستورة أو سمارة زي ما عرفناها كلنا قدمت أعمال درامية كتير قبل ما تختفي عن الساحة الفنية لفترة. ملامحها السمراء الجميلة واخداها من أصلها السوداني، لكنها اتولدت وعاشت في مصر وتحديداً في النوبة، وبدأت تمثل من بداية التسعينيات. قبل صعيدي في الجامعة الأمريكية قدمت سمارة شوية سهرات درامية على التلفزيون، أشهرها طبعاً مسلسل ونيس الجزء الثالث اللي طلعت فيه باسمها الحقيقي، لكن بعديه كانت فاكرة أنها هيتعرض عليها أدوار كتير وأنها هتاخد حقها من النجاح زي بقية أبطال الفيلم، لكن ده ما حصلش، وفضلت تظهر في مشاهد صغيرة برضو لحد ما رجعت تاني لشخصية مسطورة مسلسل أدهم وزينات والثلاث بنات. ناس كتير كانوا فاكرينها بطلت تمثيل وقعدت في البيت، لكن الحقيقة انها شاركت في مسلسلات كتير كان اخرهم الكبريت الاحمر وواحة الغروب وغيرهم كتير من المسلسلات. كشفت مسطورة في لقاء ليها مع صاحبة السعادة انها اختفت فترة طويلة، وده علشان كانت تعبانة وجالها جلطة في المخ وأصيبت بالشلل، بس مع العلاج والمتابعة وضعها الصحي اتحسن ورجعت تاني تعمل أدوار بسيطة. قالت مسطورة إنهم اختاروها لفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية بعد مشاركتها كموديل في فيديو كليب عيني مع حميد الشاعري وهشام عباس. وكشفت مسطورة إن أغنية شوكولاتة ما كانتش موجودة في السيناريو في الأول، بس هي في النص ظهرت وجمعوهم وعملوا الرقصة المشهورة دي، وبعدها بقى الناس بينادوها بالكحرطة في الشارع. وقالت مسطورة مع صاحبة السعادة إنها بقت أحسن خلاص وصحتها اتحسنت ومستنية يتعرض عليها أدوار تاني بعد ما المنتجين نسيوها. زمان لما تعرض فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية ظهرت مسطورة في لقاء مع هالة سرحان وقالت إن اسمها الحقيقي هو مسطورة، وده اللي حطها في مواقف مضحكة كتير. في ناس كتير كمان طلبت إنها تغير اسمها، بس هي حست إنه فريد من نوعه. انتوا كمان شاركونا برأيكم في الكومنتات، شفتوا إيه من الأدوار اللي عملتها مسطورة وحبيتوه أكتر؟